احنا على الموعد كالعاده يا حضرات، كل يوم حضراتكم تظبطوا ساعاتكم على 10 الصبح في الاهلي، تفتحوا قناه الاهلي تلاقونا، وان شاء الله لما تتابعونا تجدوا ما يسركم. صباح الفل على كل حضراتكم، واهلا بيكم في بدايه حلقه جديده من البرنامج. صباح العسل. صباح الفل عليك يا كريم، وصباح دايما كده خير ونصر علينا وعلى كل الاهلاويه في كل مكان في العالم. حلقه جديده وتاني يوم في الاسبوع و10 الصبح في الاهلي. النهارده معانا برده فقرات واخبار جديده، معانا فقره جميله جدا واعتقد مفيش اهلاوي مش هيحبها. هيكون ضيفنا ان شاء الله دكتور عمرو محب، مترجم باتسو سماني، هنتكلم معاه في ملفات كتيرة جدا، وكمان عايزين نعرف علاقته دايما ب يعني المدير الفني بتبقى عاملة ازاي طبعا باختلافهم، وهنخش كده في تفاصيل معاه. تابعونا، هتبقى فقرة ان شاء الله يعني مهمة جدا. الفقرة التانية هيبقى معانا النوستالجيا اللي حضراتكم بتبقوا برضو بتحبوها، والأستاذ محمد صادق وجايب لنا المرة دي فيديوهات وحكايات مختلفة حابب ان هو يشارك حضراتكم بيها. بس برضو خلينا نبدأ بالسوشيال ميديا دي الاساس بقى. ايه سؤال النهارده؟ السؤال النهارده بيطرح وهيطرح بكره، بس هنعرضه يوم الاربعاء، لان يوم الاربعاء دايما هو اليوم بتاع السوشيال ميديا او المخصص يعني للسوشيال ميديا. بس احنا عايزينكم من دلوقتي تبعتوا لنا، لان احنا طالبين من حضراتكم مش تبعتوا لنا اجابه سؤال بقى، لا ده احنا عايزين فيديو بيتصور منكم بتقولوا فيه كده زي اهداء صغير للفريق بتاع الاهلي طبعا بعد تحقيق الثلاثيه. بس يا ريت الفيديوهات تبقى قصيره علشان نقدر ان احنا نعرض اكبر كم. فيديو يعني ثواني قليله جدا بتوجهوا كلمه للفريق بعد طبعا نجاحه في الثلاثيه او تحقيق الثلاثيه. احنا متوقعين ان الفيديوهات دي هتيجي من مصر ومن بره طبعا مصر. كل مكان في العالم. ان الواحد يصور كمان يعني لو في فرصه، لو الاجواء العامه المحيطه تسمح بكده، ان كل واحد ان شاء الله من البلكونه بتاعته لو بتطل على منظر لطيف معين، حتى عشان ناخد فكره مشجعين الاهلي موجودين في اي بلد. دي فكره حلوه قوي. صح كده، ابعتوا لنا فعلا البلد اللي انتم منها او الفيو اللي انتم منه علشان برضو نبقى عارفين بتتابعونا من اي مكان بالظبط في العالم. جميل، هنبتدي بقى مع حضراتكم كما تعودنا دائما باخبار النادي الاهلي. والحقيقه ان اصداء فوز النادي الاهلي بدوري ابطال افريقيا او كاس مصر مستمره حتى اللحظه، وطبعا كل التهاني عماله تنهال على النادي الاهلي من كل مكان ومن كل الشخصيات العاشقه للاهلي، مش بس في مصر ولكن على صعيد الوطن العربي بشكل عام. كان في تهنئه مؤخرا عزيزه جدا على كل الاهلاويه، رد عليها كابتن محمود الخطيب رئيس النادي نيابه عن مجلس الاداره، ويعبر من خلالها عن خالص شكره وامتنانه لسعاده الشيخ مانع بن خليفه بن سعيد ال مكتوم على تهنئته الجميله للنادي الاهلي ومجلس ادارته ولاعبيه وايضا جهازهم الفني والاداري عقب الفوز بدوري ابطال افريقيا والفوز ايضا بكاس مصر. عبر كمان من خلال هذه الرساله على حرصه الشديد على مشاركة النادي وجماهيره هذه المناسبة السعيدة، لا سيما وأنه يعتبر من الشخصيات العاشقة للأهلي منذ زمن طويل، ودائما ما يكون مساندا للنادي في كل المواقف المختلفة. طيب نروح بقى الخبر تاني، وهو خبر جميل يعني الحمد لله ان احنا كل يوم مع حضراتكم انا وكريم بيبقى معانا اخبار بنقول مبروك او بنقول يا جماعه احنا كرمنا او كلها حاجات الحمد لله يعني تفرح، ويا رب كمان يزيد من افراحنا وبطولاتنا في الايام والشهور والسنوات اللي جايه. امبارح كان في حدث جميل جدا ان احنا اتكرمنا، كان في برنامج او عفوا مش في برنامج في مجله وشوشه، كان ايفنت كبير جدا امبارح، كانت حريصه وشوشه على تكريم عدد من نجوم الرياضه المصريه في العام طبعا اللي هو 2020 اللي هو مهرجان الافضل. كان على راس التكريم ده اسم النادي الاهلي وطبعا جهوده اللي بيعملها على المستوى الرياضي، وكمان يتحدثوا عن الطفره الانشائيه، وكان في نجوم كتير جدا سواء بنتكلم من اعضاء مجلس الاداره زي الاستاذ طارق انديل، مهندس محمد الجرحي، الاستاذ محمد سراج الدين، وكمان الجهاز الفني للاهلي والمدير الفني باتسو موسيماني كان موجود، وعدد كبير من لاعبي الاهلي كان منهم احمد الشناوي، محمود كهربا، محمد مجدي قفشه، وعلي معلول. يعني بصوا امبارح مش انا كنت يعني محظوظه يا كريم بجد ان انا كنت موجوده، وكمان انا قدمت الجزء التكريمات الخاص بالرياضيين. فانا عايزه اقول لحضراتكم كانت حاجه جميله جدا ان انا كل شويه بنقول جايزه تطلع للاهلي، كل ما نقول جايزه تطلع للاعب من النجوميه عايزه من النادي الاهلي. لا ومحمد الشناوي كان عامل امبارح يعني عايزه اقول لك اول ما طلع الناس طبعًا مش سقفت طبعًا. بص يعني خلينا نشوف. الحمد لله تتويج لجهود كل العاملين بالنادي من أصغر واحد لغاية كابتن محمود الخطيب رئيس النادي.
جهود مخلصه استمرت خلال الفتره اللي فاتت في سنه عصيبه فيها الكورونا وفيها تاجيلات كتير وفيها ظروف غير طبيعيه حصلت، ومع ذلك تمسك النادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب بهويه وشخصيه النادي الاهلي، وفي النهايه ربنا اكرمنا، ربنا يديم انتصاراتنا دايما وتتويجاتنا. جاي في ظروف جميله قوي ان ربنا اتم النعم علينا ان احنا كملنا الثلاثيه الحمد لله بفضل ربنا بالتتويجات. كعادتنا الحمد لله يعني قلنا قبل كده ان لاول مره في تاريخ الانديه ان في قائمه تنزل ببرنامج مكتوب. الحمد لله خلصنا 80% تقريبا من البرنامج اللي وضعناه لنفسنا لنحاسب بيه قدام الجمعيه العموميه من ايام الانتخابات. ان شاء الله يعني تكمله لسلسله الانشاءات اللي بتحصل في المقر وفي فروع وشيخ زايد وفي مدينه نصر، وان شاء الله على شهر 6 يكون القاهره الجديده اتفتح. كل بقى الحاجات الملفات اللي هي النادي شغال فيها اللي واخدين على عاتقنا من اول لحظه ان احنا دي لخدمه الجمعيه العموميه للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي العريقه. بنبارك للجماهير الثلاثيه الحمد لله، يعني مبارك للعيبه، مبارك للجهاز الفني، الحمد لله موسم يعني سعيد على الجمهور وعلى مجلس الاداره، الحمد لله ربنا اكرمنا. واحنا النهارده في حفل وشوشه عندنا اكتر من جايزه للاعبين طبعا، وفي جايزه الكابتن محمود الخطيب كافضل رئيس نادي والنادي الاهلي كافضل نادي في مصر. الجمهور الاهلي يعني صبر كتير وجه الوقت ان هو يفرح، واحنا ان شاء الله عندنا بطولتين بنحاول نجهز طبعا بشكل سريع، بنخرج من بطوله نخش في بطوله، عينينا على السوبر افريقيا، عينينا على السوبر المصري. انا عندي حلم كاس العالم للانديه، ربنا يكرمنا ان شاء الله. كانت سعاده كبيره جدا بالنسبه لنا، طبعا كان السفر لبرج العرب وبعدها الحمد لله كنا كلنا متواجدين مجلس الاداره، احتفلنا مع بعض بعد المباراه، كنا سعداء جدا. الماتش كان صعب، فريق طلع الجيش قدم مباراه محترمه جدا، لكن الحمد لله لعيبه النادي الاهلي كانوا رجاله وقدروا يحسموا المباراه الحمد لله. Thank you very much. I'm humbled. I'm just happy to be nominated. For me, when you are nominated, you are already being recognized. It means your job is recognized. It's not about who wins it. It's about being here. Thank you for being here. And I represent Ali. طبعا بيقول شكرا جزيلا، ووجودي هنا ده معناه طبعا سعيد، ووجودي هنا معناه ان شغلي تم تقديره، ان انا هنا موجود هنا، انا سعيد موجود في التكريم ومثل النادي الاهلي. Was difficult. You don't easily win the Africa Champions League. If it was that easy then everybody could do it. So it shows how difficult it is from all the continents in Europe. It's very difficult to win the Champions League in South America everywhere. So we won it 7 years. We've been waiting for long. We've been to 2 cup finals, but this was the time for us now, and God helped us to achieve it, and we are happy. طبعا هو اكيد صعب مش سهل، اما كان كل فرق ممكن تكسبها، احنا عارفين بقى لنا 7 سنين منتظرين، وصلنا مرتين نهائي، والنهائي البطوله القاريه للانديه دي بتكون صعبه في كل القارات سواء افريقيا او امريكا الجنوبيه او في اوروبا او في اسيا، بس احنا وصلنا وتاهلنا وكسبنا وربنا ساعدنا وكسبنا اللقب السنه دي. Well, what else do we want? We want to win everything. You know, so let's try and see if we can match the past history of Ali, and we are just beginning, so let's hope for the best. طبعا ربنا يسهل، نحاول نكسب كل الالقاب، حاجه تتناسب مع تاريخ النادي الاهلي، احنا بنعمل قدر استطاعتنا ونحاول ندي احسن حاجه عندنا عشان نحقق افضل الالقاب. Ali fans, give us time. I know in football you don't have time, but we do our best. The boys are trying, they want to write their own history with the Ali club, like the past legends of the Wild Goma, Butrika and them, so hope, and Manuel Jose, so hopefully we can match that standard, but so far so good. We love them. بيقول جماهير النادي الاهلي يا ريت تدونا وقت، طبعا وقت في كره القدم صعب، بس احنا محتاجين وقت عشان نحقق الالقاب الكبيره زي اللي حققها ابو تريكه وجيل وائل جمعه وجيل مانويل جوزيه. طبعا دي عشان حاجه تناسب الاساطير القديمه، احنا نعمل حاجه تناسب تاريخ النادي الاهلي. واحنا كمان الحمد لله طبعا يعني انا مبسوط ان انا معاكم النهارده، والحمد لله طبعا يعني ده مجهود لعيبه كلها، وببارك للعيبه وببارك للنادي الاهلي والجهاز الفني والاداره، الحمد لله قدرنا نحقق 3 بطولات وان شاء الله اللي جاي اكتر. احنا مركزين دلوقتي ان شاء الله هنبدا الدوري، هناخدها خطوه خطوه ان شاء الله، نبدا بالسوبر الافريقي بعد كده نحاول نحقق البطوله، وبعد كده السوبر المصري ان شاء الله ربنا يكرمنا فيه. اول حاجه نبارك لهم الناس كل، نبارك الجماهير والمجلس الاداره واللاعبين واطار فني. ان شاء الله قدمنا موسم مهم بالنسبه لنا احنا، حققنا فيه ثلاثيه من بعد سنه 2006،
ان شاء الله قدامنا مازال عندنا زوز القاب ان شاء الله، سوبر الافريقي وسوبر المصري، ان شاء الله قادرين نحققهم باش نكملوا سنه 2020 على احسن حال ان شاء الله. انا اكيد محظوظ طبعا ان انا اكون موجود واكون كابتن النادي الاهلي وبرفع كاس اي بطوله في النادي دي، يكون واحد طبعا اي حد يكون موجود يكون محظوظ بالحاجه ديت ويكون شرف طبعا ليه. طبعا اي حد يكون موجود يكون كابتن لنادي كبير نادي القرن نادي الاهلي طبعا بيبقى عبء عليه وبتبقى مسؤوليه كبيره، طبعا الواحد يعني بيبقى ده كان حلم بالنسبه له ان هو يكون موجود ان هو يكون قائد للنادي الاهلي، والحمد لله يعني ده توفيق من عند ربنا، والحمد لله ان انا اكون موجود وارفع البطولات للنادي الاهلي. الحقيقه من يعني من حسن حظنا ومن دواعي سرورنا واحساسنا بالفخر ان احنا من ساعه لما انا ونهاوند ابتدينا مع حضراتكم في برنامجنا ده 10 الصبح في الاهلي، الحقيقه ما بيعديش اسبوعين ثلاثه بالكثير غير اما بنكون بنهني النادي الاهلي على حصوله على لقب جديد، على بطوله جديده، على درع او كاس جداد، او بنهني قناه النادي الاهلي لحصولها على لقب الافضل في واحد من الاستفتاءات اللي بتبقى طبعا موجوده في دايما في الجزء الاخير من السنه. بص كان في صوره معرفش الاعداد ما زعهاش ليا نديتها لهم، كانت جميله بقى، ده كان المشهد اللي بجد الخطير في الاخر، لان كان كل اللعيبه بالجهاز الفني بموسيماني بكابتن شوبير باحمد هواري كلنا كنا واقفين على الستيج وكانوا بيلعبوا اغنيه الاهلي والتكريمات في ايدينا. يا ريت يا جماعه الصوره تنزلوها لو موجوده عشان هي ما نزلتش، صوره جميله، انا بحس ان دي كانت احلى لقطه في الايفنت كله. حلو. حاجه حلو جميله جدا بجد. طب لما تجهز يا ريت تنزلوها، حاجه يعني رائعه. عايزه اقول لحضراتكم بجد ان الواحد رايح بيقدم حفله يعني 80 85% من التكريمات للنادي الاهلي، بجد الواحد كان فخور امبارح يعني بجد كانت فخره يا رب المزيد والمزيد من النجاحات والبطولات باذن الله. فكره البيتسو موسيماني يعني بالبدله راجل لطيف جدا، عايز اقول لك راجل وبيقول لي ان هو بيتفرج بس هو بيقول لي ما بفهمش قوي يعني بتقولوا ايه، بس انا بتفرج عليك اوقات دي بنعمل له لينك بالانجلش لو ده هيسهل المهمه بالنسبه لي. طيب احنا خدنا مع حضراتكم فكره كافيه عن تكريم جديد بيضاف لسلسله تكريمات اما للنادي الاهلي او لقناه النادي الاهلي والاثنين في نهايه الامور. تعالوا بقى نعمل معاكم زي ما بنعمل في بدايه كل حلقه ان احنا نتعرف بشكل مفصل على حاله الطقس ودرجات الحراره. الطقس النهارده يوم الاثنين ان شاء الله من المتوقع ان يكون لطيف نهارا وبارد ليلا، وتعالوا بقى نتعرف بدقه اكتر على درجات الحراره بالتحديد من خلال هذا التقرير ثم عوده مره ثانيه. اتفضل. وللتعرف على المزيد من التفاصيل الدقيقة المتعلقة بحالة الطقس ودرجات الحرارة بيخيل لي كان معانا تليفون مع الأستاذ محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. واضح إن الخط اتقطع، هنحاول نعاود الاتصال بيه مرة تانية، ولغاية لما ده يحصل إحنا مستمرين مع حضراتكم. تليفون رجع. رجع بتهيألي كريم. يا فندم صباح الفل أستاذ محمود شاهين، أهلا بحضرتك.
لا مش طيب. مكتوب لنا المكالمه مش مكتوب لنا المكالمه بس هو يعني انا اللي عاجبني في حاجه ان احنا عندنا الفيو كله ظاهر، فلو في اي تغيير او اي حاجه احنا يعني مطر هيبان، حر هيبان، يعني غيوم هتبان، بس واضح يعني من الصبح لحد دلوقتي الجو جميل جدا، يعني لا برد ولا حتى حر، الجو رائع جدا، وده الجو اللي احنا عارفينه، الجو المصري يعني. فعلى كل حال لو جاي التليفون رجع مره تانية هنقدر نقول لحضراتكم التفاصيل. رجع يا دكتور محمود، صباح الخير. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضراتكم والساده المشاهدين. اتفضل يا كريم. صباح الفل على حضرتك يا فندم. صباح الفل يا كريم، اهلا بيك يا باشا، اهلا بحضرتك، اهلا بيك، منورنا في 10 الصبح في الاهلي. وعايزين ناخد من حضرتك فكره كافيه كده عن توقعات النهارده واليومين اللي جايين ان شاء الله فيما يتعلق بالجو العام ودرجات الحراره، لان طبعا كالعاده وكما هو الحال دايما في فصل الخريف ومع نهاياته بصفه خاصه، فكره ان الجو ممكن يتقلب في يعني في دقيقتين بالكثير من مشمس الى ممطر والعكس. بالظبط زي ما حضرتك ما بتقول، الخريف وتقلباته ونهايات الخريف وبدايات الشتاء بتبقى تقلبات جويه سريعه. بنشوفنا طبعا سقوط امطار خفيفه في سماء القاهره الصبح وتقلبات جويه، وايضا شفنا اتربه ونشاط رياح موجود في المنطقه الغربيه امبارح بالليل. الشمس طلعت دلوقتي ومتوقع ان الدنيا تغيم تاني ويكون في فرص امطار خفيفه مره اخرى، يعني التقلبات جويه وارده وسريعه ان شاء الله. ورغم كده درجات الحراره برضه على من المعدلات الطبيعيه، مع سطوع اشعه الشمس بترتفع درجات الحراره خلال فترات النهار ما بين 23 و24 و25 درجه كمان على القاهره. فترات الليل هي اللي فيها درجات الحراره منخفضه بين 13 ل14 درجه، خاصه في الساعات المتاخره من الليل او الصبح بدري واحنا خارجين. فكره تكون الشبوره، شبوره خفيفه غير مؤثره على الطرق، اما الامطار فهي مستمره معانا برضو بكره على مناطق من سواحلنا الشماليه، وممكن تكون خفيفه على مناطق متفرقه من الدلتا وقد تصل للقاهره وشمال الصعيد، امطار خفيفه خالص على فترات متقطعه من النهار وغير مؤثره. طب ومن المتوقع يا فندم ان يعني تنخفض امتى بقى درجات الحراره؟ احنا خلاص عدينا الاسبوع الاول من ديسمبر، فبالنسبه لانخفاض درجات الحراره الشتاء الشتاء يا دكتور محمود امتى هنشهده يعني؟ انتوا مستعجلين على الشتاء كده؟ انا وكريم بنحب الشتاء، في ناس زينا كتير وشهر 12 يعني، بس فعايزين نطمن بس في شتاء السنه دي ولا لا؟ لا لا ان شاء الله في شتاء السنه دي، الشتاء فعليا وجغرافيا بيبدا 21/12، فيبدا تعد من 21/12 ثلاث شهور، هم دول موسم الشتاء بتاعنا او فصل الشتاء. جميل ان شاء الله. لكن من هنا لغايه التاريخ اللي حضرتك ذكرته ده ان شاء الله من المتوقع ان يبقى الحال على ما هو عليه فيما يتعلق بان ممكن الجو يقلب في اي لحظه. بالفعل يا فندم، تقلبات ما بين ارتفاعات طفيفه وانخفاضات في درجات حراره بالليل، وتقلبات وفرص امطار على مناطق متفرقه، انما لسه درجات الحراره الانخفاض الفعلي نبدا نتكلم عليه وندور عليه بعد ما يبدا الشتاء رسميا 21 ديسمبر باذن الله. ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه، وصباح الفل على حضرتك ومكملين اخبارنا. هو اشمعنى في اوروبا وامريكا الشتاء بقاله شهرين؟ مش عارف مش عارف ده سؤال كويس يعني هو بيبدا 21/12 ليه الدول دي؟ هم الاجواء عندهم عموما طبعا مناخ مختلف، حتى الفترات الزمنيه بتاعت كل فصل من الفصول الاربعه عاده بتلاقيه اطول نسبيا من يا ريت نبقى كده والله. خلينا نكمل مع حضراتكم ونروح بقى لخبر تاني كويس جدا. نادي الاهلي استقبل امبارح وفد من الهيئه العامه لتعليم الكبار، ده وفقا للبروتوكول بين الطرفين لتنميه هنا مهارات المشاركين المتطوعين بالنادي للعمل كمعلمين، وبتستمر المحاضرات دي لمده 5 ايام تحت اشراف لجنه المراه برئاسه انهار انديل، وايضا اللجنه العليا للجان برئاسه وليد مبروك. خلينا نروح نشوف جزء من هذا التقرير ونرجع نكمل. والله الفكرة دي بقالها فترة طويلة، في أكتر من حد في النادي اتكلم فيها عشان ندي الناس حقها، يعني مش عايزين نقول أسامي دلوقتي، أنا قلت في الـ في الـ في الـ في الندوة نفسها اتكلمت في الموضوع ده. المهم إن الفكرة بتتحقق، وهو ده النادي الأهلي. النادي الأهلي أنا عايز النادي الأهلي يبقى نمرة واحد، إحنا أول نادي في مصر يتكلم في الموضوع ده، أول نادي يشتغل عليه ويحقق البروتوكول على الأرض فعلا. الحمد لله انها فكره ابتدت وتحققت، وده هدف اي واحد في النادي الاهلي، النادي الاهلي يبقى نمره واحد. مين اللي قال الفكره؟ مين ما قالش الفكره؟ في الاخر لجنه المراه اللي تبنت المشروع، واللجنه العليا والاداره التنفيذيه بتساعدنا في الكلام ده وبتدعمنا، والحمد لله ان احنا ابتدينا، وان شاء الله تبقى حاجه كويسه والناس نوصل للي احنا عايزينه في اخر السنه، يبقى عندنا اهلي بلا اميه ان شاء الله. احنا بنطرح مبادره مهمه جدا يطلق عليها مبادره مؤسسه بلا اميه، وفقا للتوجهات القياده السياسيه اللي احنا بنحاول نعلم مصر خاليه من الاميه قبل
لعام 2030 باذن الله. يمكن الهيئه العامه للتعليم الكبار بنتواصل مع كل مؤسسات الدوله، الانديه الرياضيه، الاحزاب السياسيه، الوزارات الحكوميه، مؤسسات المجتمع المدني سواء كانت جمعيات او نقابات او احزاب، بنتواجد ونتشارك مع كل المؤسسات من اجل تحقيق الحلم هو مصر بلا اميه. وكون ان النادي الاهلي يكون من اوائل المؤسسات اللي بتبادر وتتواصل مع الهيئه من اجل اعلان النادي خالي من الاميه وتعليم العمال الاميين داخل النادي، فدي مبادره طيبه جدا يعني احنا بنعتز بيها، وان شاء الله باذن الله يعني تكون هي البدايه ان احنا نطلق هذه المبادره من خلال مراكز الشباب وايضا جميع الانديه المصريه، ونعلن جميع الانديه خاليه من الاميه، ونعلم كل العمال الاميين الموجودين ومنتسبين الى هذه الانديه. جت لنا الفكرة ان احنا طبعا في عام 2020 القانون بيحتم ان كلنا ان شاء الله يكون البلد كلها بإذن الله يا رب من غير أمية. بعدين النادي الأهلي عظيم، النادي الأهلي دايما سباق، فإزاي يكون عمدين في النادي الأهلي ومش بيعرف يقرأ ويكتب؟ فالانتصارات مش انتصارات الكورة والنشاط الرياضي، احنا عندنا انتصارات في جميع المجالات، واحنا دورنا كلجنة مرأة ان احنا ننمي ونعمل على بالنادي. الناس لما بتفكر انها تتعلم جوه النادي ده بيزيد من ولائها وانتمائها، وبنحقق هدف قومي، وان شاء الله يا رب يكون الموضوع دوت فتحة خير لكل العاملين في النادي وكل من ساهم فيه، ودي حاجة جميلة فكرنا انها ضرورة حتمة تليق بمكانة الأهلي العظيم. احنا الاول عملنا اعلان لاعضاء النادي وعضوات النادي ان هم يشتركوا طبعا معانا في الدور المجتمعي لتعليم الكبار، وفعلا لقينا ناس كتير جدا رحبت بالفكره ان هم فعلا عايزين يشتركوا معانا في تعليم الكبار. وانا طبعا كعضو لجنه برضو اشتركت في ان احنا نعمل يعني محو الاميه ده، وعملنا انترفيوهات لناس كتير، والحمد لله احنا عدد كويس، وهنبتدي بقى نشتغل في محو الأمية بإذن الله. الدنيا كويسة جدا الحمد لله، الدنيا ظريفة، كلنا انبسطنا جدا كأعضاء هنا في النادي ان احنا نبقى اول نادي يكون عمل حاجة زي كده عشان نعلم كل الناس اللي ربنا ما اكرمهمش وما ساعدهمش ان هم يتعلموا. النادي الاهلي نزل اعلان في كل الفروع بتاعة النادي، وابتدينا كلنا نتوافد في الاشتراكات، وابتدوا يقسمونا في كل فرع مجموعة، وكانت من الحاجات المهمة جدا بالنسبة لنا. واتقابلنا مع استاذة انهار انديل واتكلمنا معاها، عملوا لنا انترفيو كمان عشان ما ياخدوش اي حد، والحمد لله اتقابلنا فيه وجينا النهارده المره دي. طيب تعالوا بقى نروح نتعرف سوا على اخر اخبار الفرق الرياضيه والانشطه المختلفه في النادي الاهلي مع زميلنا العزيز مينا ماهر مراسل قناه الاهلي من فرع النادي في الشيخ زايد. مينا صباح الفل عليك وسامعينك، اتفضل. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نوان، صباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وإن شاء الله اليوم يكون كده مليان بالحماس والتفاؤل لكل السادة المشاهدين. يعني أنا هنا بمقر النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد، يمكن بدأ توافد الأعضاء على مقر النادي، يمكن في إقبال بسيط على مقر النادي نتيجة يعني لسقوط الأمطار منذ قليل، ويمكن كمان مع بداية اليوم، لكن ده ما منعش يعني الأعضاء المتعودين على أداء التدريبات الصباحية. يعني بالنسبة لدرجة حرارة الجو ساعة شوية هنا في فرع الشيخ زايد، ولكن بعد سقوط الأمطار يعني الجو بدأ يتحسن، وبدأ الجو يبقى يعني الشمس بدأت تظهر ودرجة الحرارة بدأت ترتفع. درجة الحرارة كانت من شوية حوالي 16، بس على مدار اليوم درجة الحرارة بتبدأ تعلى على مدار اليوم. ايضا بالنسبه للحاله المروريه، يمكن طريقي المعتاد من وسط البلد لهنا الشيخ زايد كان خد حوالي 40 دقيقه، في سيوله مروريه كبيره جدا على محور 26 يوليو.
نروح لأخبار الفرق الرياضية بالنادي. يعني يمكن هنا في يعني على تدريبات السباحة للفرق الرياضية يمكن بدأ بالفعل منذ الساعة 5 صباحا تدريب السباحة لجميع الأعمار للفرق الرياضية في النادي، بينتهي على حوالي الساعة 7 أو 8. يعني كنت بتكلم هنا مع الكباتن في النادي كمان عشان بيخلصوا التدريبات قبل بدايه اليوم الدراسي، يمكن الطلبه او الاعضاء هنا بيخلصوا التدريبات وبيطلعوا على المدارس. نروح بقى لفريق الاول لكره القدم. يعني يمكن بعد الفوز ببطوله كاس مصر كوتش موسيماني ادى راحه سلبيه، يعني كمان النهارده في راحه سلبيه للفريق، وان شاء الله العوده غدا للبدء من جديد استعدادات للدفاع عن اللقب ال 43 للدوري المصري. يمكن النادي الاهلي هيبدا المشوار بمقابله مصر المقصه يوم 13 ديسمبر، وبعد كده الجوله الثانيه هتكون امام غزل المحله يوم 18 ديسمبر. الخبر صار لكل جماهير النادي الاهلي، يمكن يعني خلاص مسحه اللاعب اليو ديانج سلبيه، واللاعب ان شاء الله هينتظم في التدريبات الجماعيه للفريق من غدا ان شاء الله. نروح للفرق الرياضيه بالنادي. يعني يمكن كان في مباريات حافله بالفوز والتفوق لفريق فرق النادي الاهلي. يمكن شباب سله الاهلي 16 سنه الف حققوا الفوز على نادي الشمس بنتيجه 63 مقابل 47 ضمن منافسات بطوله منطقه القاهره، وايضا شباب سله الاهلي 20 سنه حققوا الفوز على المصريه للاتصالات بنتيجه 57 مقابل 46 ضمن منافسات بطوله منطقه القاهره. ايضا بنات سلة الأهلي 14 سنة حققوا الفوز على فريق المعادي بنتيجة 39 مقابل 20، ودي أيضا ضمن فعاليات ومنافسات بطولة منطقة القاهرة. نروح بقى لكرة اليد، ويمكن شباب يد الأهلي 2004 حققوا فوز قوي جدا على فريق النصر بنتيجة 47 مقابل 19، وده كان ضمن منافسات بطولة الجمهورية. وأيضا سيدات الأهلي حققوا الفوز على نادي المعادي بنتيجة كبيرة جدا، وبصراحة كانت مباراة قوية جدا لفريق نادي الأهلي بنتيجة 31 مقابل 11 ضمن منافسات بطولة الدوري. أخيرا وليس آخرا، فريق بنات يد الأهلي مواليد 2002 يفوز على نادي هوليليدو بنتيجة 25 مقابل 2 ضمن فعاليات ومنافسات بطولة الجمهورية. أنا هنا بمقر النادي الأهلي بالشيخ زايد، لو في أي استفسارات أو أسئلة أنا معاكم على مدار الحلقة. عودة لكم مرة أخرى، مفيش مساحة للمزيد من الأسئلة والاستفسارات. يمينة كالعادة أنت وكل زملائنا الأعزاء مراسلي قناة الأهلي عاملين شغل 10 على 10 وكل معلوماتكم وافية وكافية. نشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز مينا ماهر مراسل قناة النادي الأهلي، وبنستمر مع حضراتكم في جولتنا الصحفية. تمام، دي كانت أخبار الأهلي. دلوقتي نروح بقى نتعرف على آخر الأخبار الرياضية في المواقع والصحف المختلفة، وزميلنا العزيز محمد توفيق هو دلوقتي موجود في النادي الأهلي فرع الشيخ زايد. محمد بصبح عليك في البداية، صباح الخير. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، صباح الخير على جمهور النادي الاهلي العظيم، وكمان بصبح على زميلنا مينا ماهر الموجود معانا هنا. يمكن زي ما وعدناكم ان احنا هنغطي النادي الاهلي من كل فروعه ومقراته، يمكن للمره الاولى موجودين معاكم من هنا من اهل الشيخ زايد. يعني اسمحوا لي اخدكم في جوله سريعه على اهم واخر الاخبار سواء محليا او عربيا وكمان عالميا. نبدا اخبارنا من الاخبار المحليه، والبدايه من اليوم السابع وخبر بعنوان اتحاد الكره يعلن جدول مباريات الدوري الجديد 2020-2021. بالامس اعلن الاتحاد المصري لكره القدم برئاسه عمرو الجنايني جدول مباريات الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد، ويمكن اعلنت لجنه المسابقات مباريات الاسابيع السبعه الاولى، وان شاء الله فيما بعد سيتم الاعلان عن باقي مباريات الدوري العام. الخبر الثاني معانا من سوبر كوره، لجنه المسابقات ترفض اقامه معسكرات للمنتخبين الاول والاولمبي في ديسمبر. اعلن المهندس مازن منزوق رئيس لجنه المسابقات بالاتحاد المصري لكره القدم رفضه التام إقامة أي معسكرات للمنتخبين سواء الأول أو الأولمبي في شهر ديسمبر، وبالتحديد في الفترة من 20 ل 28 ديسمبر الجاري. يمكن كابتن حسام البدري كان طلب في وقت سابق إقامة معسكر، وكذلك منتخب الأولمبي تلقى عرض من اليابان للعب مباراة ودية، لكن المهندس مازن مرزوق يعني أعلن رفضه بشكل قاطع أي توقفات. الموسم مضغوط جدا، يمكن الدوري بادئ بشكل متأخر جدا في ديسمبر، وكمان هيبقى فيه أولمبياد في الصيف، فده يعني أجبرهم على منع أي معسكرات في شهر ديسمبر. الخبر التالي من اليوم السابع مرة تانية، إغلاق القيد الصيفي للموسم الجديد 2020-2021. يمكن أغلق القيد الصيفي أو فترة الانتقالات الصيفية بالاتحاد المصري لكرة القدم يعني زي ما نقول منتصف ليل اليوم
يمكن كان القيد مفروض ان هو في العادي بينتهي في شهر سبتمبر، لكن نظرا لظروف الطارئه وفيروس كورونا وكمان تاجيل الدوري ان شاء الله اللي هيبدا ان شاء الله يوم 11 ديسمبر الجاري، اعلنت امبارح الاتحاد المصري لكره القدم الساعه 11:59 دقيقه بالظبط زي ما بنقول انتهاء وقفل القيد الصيفي لجميع فرق الدوري الممتاز. نروح بقى من اخبارنا المحليه ونروح عربيا وبالتحديد نروح لدوله الامارات الشقيقه، ومعانا خبر من جريده الاتحاد الاماراتيه. الشباب الاهلي والزفره وبني ياس والامارات تقم العقد ربع النهائي بكاس رئيس الدوله. يمكن كاس رئيس دوله الامارات بيقام حاليا وكان بالامس في اربع مباريات حسمت بشكل كبير عقد المتاهلين ان شاء الله للادوار النهائيه. البدايه كانت باقصاء الزفره نادي الجزيره من دور الثمانيه بنتيجه 1-0. المباراه الثانيه كانت بين الاهلي اللي تغلب على حتى بثلاث اهداف مقابل لا شيء، وكمان بني ياس تغلب على العروبه بهدفين مقابل لا شيء. المباراه الاخيره كانت بين فريق الامارات اللي تغلب على اتحاد كلباء الاماراتي بنتيجه 1-0. نروح من اخبارنا العربيه وعالميا ونروح بالتحديد لانجلترا، ويمكن كل الصحف هناك بتتكلم عن حدث واحد وهو المنافسه بشكل كبير بين ليفربول وتوتنهام على صداره الدوري الانجليزي وقمه الترتيب هناك. ونبدا اخبارنا، اول خبر معانا من روسيا اليوم، ليفربول يقصو على ولفرهامبتون برباعيه نظيفه. يمكن تغلب ليفربول مساء امس بنتيجه كبيره برباعيه نظيفه امام ولفرهامبتون في الدوري الانجليزي في مباريات الجوله ال11. احرز اهداف ليفربول محمد صلاح، فينالدوم، ماتيب، وكمان نيلسون سيميدو اللاعب البرتغالي احرز هدف في مرمى بالخطا. من روسيا اليوم ايضا، توتنهام يحسم ديربي شمال لندن بثنائيه في شباك ارسنال. يمكن زي ما قلنا الصراع يعني احتد بين ليفربول وتوتنهام اللي ماشيين نقطه بنقطه، يمكن ليفربول 24 نقطه توتنهام 24 نقطه، لكن يتصدر بفرق الاهداف عن ليفربول. يمكن امبارح نتيجه كبيره في ديربي يعني من اشهر ديربيات انجلترا بين توتنهام وارسنال، توتنهام تغلب بهدفين مقابل لا شيء. احرز الاهداف الكوري الجنوبي هيونج مين سو وهاري كين في الدقائق 13:46 من الشوط الاول. نروح كمان للصن الانجليزيه واللي كان اهم عناوينها امبارح، ليفربول 0 ولفرهامبتون، ليفربول 4 ولفرهامبتون 0. صلاح يسجل بينما يتساوى رجال كلوب مع توتنهام في صداره الترتيب، لكن تقنيه الفار تلغي ركله جزاء كودي. زي ما قلنا كل الصحف مهتمه بهذا الحدث الكبير والصراع على مقدمه الدوري الانجليزي بين توتنهام وليفربول. كمان الصن اتكلمت عن مباراه توتنهام وكان عنوانها توتنهام 2 ارسنال 0، سون وهاري كين يسجلان مجددا ويعيدان توتنهام لقمه جدول الترتيب. يمكن ختام اخبارنا العالميه نختمها بخبر عن المدير الفني السابق للنادي الاهلي ريني فايلر، يمكن من موقع 20 دقيقه الفرنسي. ريني فايلر يخلف كريستيان جوركوف في نانت الفرنسي. يمكن خلال الساعات القليلة الماضية نتائج نانت تراجعت بشكل كبير في الدوري الفرنسي، يعني زي ما بنقول في الترتيب الرابع عشر في الدوري الفرنسي. يمكن كان فيها هزيمة بالأمس أمام ستراسبورغ بأربع أهداف مقابل لا شيء، ده دفع إدارة نانت إنها تبحث عن مدير فني جديد. والاتصالات وكل التكهنات في فرنسا حاليا إن التعاقد سيتم مع المدير الفني السابق نادي الأهلي ريني فايلر. ويمكن ابرز الموقع ان ريني فايلر اخر محطاته كانت يعني زي ما بنقول تدريب زعيم القاره الافريقيه النادي الاهلي، وتكلمت عنه بشكل ايجابي انه كان مع النادي الاهلي وحقق نتائج طيبه ولكن ترك النادي الاهلي لاسباب عائليه. دي كانت اهم واخر الاخبار، يعني يا رب نكون اسعدناكم ونكون استفدنا من اخبارنا ومتواصلين معاكم دايما ومن كل فروع مقرات النادي الاهلي. الكلمه ليك يا نهاوند، الكلمه ليك يا كريم. دايما بتسعدونا حقيقي وبتفيدونا وبتفيدوا اكيد كل الناس اللي بتتابعنا. بشكرك جدا يا محمد وبشكرك جدا يا مينا، شكرا ليكم. طيب احنا فاصل بس عايزين ننوح عشان ما ننساش، بقول لحضراتكم انا وكريم فقره السوشيال ميديا اللي هي دايما بتعرض يوم الاربع. احنا السؤال هيبقى من النهارده لغايه يوم الاربع علشان نقدر ان احنا نمنتج ونحط لحضراتكم الفيديوهات. ابعتوا فيديو ثواني بس قليله جدا وجهوا فيه الرساله للفريق بتاعنا، وفكره هنا كمان ان احنا اخذنا الثلاثيه في رساله معينه عايزين توجهوها لهم براحتكم خالص، بس يكون بعد اذن حضراتكم فيديو قصير. دي فقره السوشيال ميديا من دلوقتي، ابعتوا هتكون يوم الاربع. الفقره اللي جايه هتبقى معانا دكتور عمرو محب زي ما قلت حضراتكم مترجم باتسو موسيماني، وتفاصيل كتيره جدا اكيد حضراتكم هتبقوا حابين ان انتم تعرفوها. تابعونا بعد الفاصل.
مرحبا بحضراتكم مره ثانيه. وزي ما بيتقال كده ان كل نجاح لازم يكون فيه او وراء اشخاص ممكن يكونوا مش في الصوره، لكن هم بيكونوا اساس في هذا النجاح. فكره هنا كمان الدور والدقه في نقل يعني الترجمه وفكر المدرب، دي اعتقد حاجه مش بسيطه ابدا. خلينا نرحب بدكتور عمرو محب، مترجم باتسو موسيماني، المدير الفني للاهلي. وفي محاور كتيره جدا حابين ان احنا نتكلم معاه فيها، كل ده هنعرفه ان شاء الله في خلال هذا الحوار. دكتور عمرو صباح الخير على حضرتك. اهلا بيك، سعداء بوجود حضرتك معانا. ومن ناحيه يعني ان في محاور على راي نهاوند، ففي فعلا محاور كتير، وخصوصا ان يعني موقع حضرتك موقع في منتهى الأهمية، هو اللي فعلا بينقل فكر المدرب للاعبين والعكس، وبينقل وجهة نظر اللاعبين أو آرائهم أو استفساراتهم للمدرب. ناهيك بقى عن كونك شاهد على العصر بالمعنى الحرفي، مفيش حد ممكن يبقى حاضر الكواليس زي حضرتك. فعايزين في البداية نعرف منك فيما يتعلق بثلاث مدربين وثلاث أسماء دول، كارتيرون بعده فايدر بعده بيتسو موسيماني، رؤيتك لكل اسم من الثلاثة بحكم تواجدك معاه فترة وجوده في النادي الأهلي. طبعا انا سعيد موجود معاكم النهارده، وسعيد في قاعات النادي الاهلي بيتي، واللوكيشن الرائع اللي احنا فيه، كنت عارف ان المنظر حلو قوي كده. بص حضرتك، انا حاضر اقول طبعا رؤيتي، بس مش رؤيه فنيه، انا ماليش ان انا اتكلم في الحته الفنيه، انا راجل مش فني. انا اقدر اقول طريقه التعامل او اسلوب الشغل بحكم خبرتي في مجال، انا صحفي اصلا سنين طويله. هو يعني بدءا من اول خالص جورج هيليا، مش ده بعيد، كان زمن مختلف، فما اقدرش اقارنه بالثلاثه اللي هم ورا بعض، اللي هم كارتيرون وفايلر وموسيماني. كارتيرون كان الحته النفسيه عنده عاليه، او كان بيعرف يشحن لعيبه نفسيا وبيعرف يقومهم، حتى لو في مشكله في مثلا بعد هزيمه لعيب تلعب كويس، بيعرف ازاي الحته النفسيه بيشتغل عليها كويس. فنياته مش عاليه قوي زي فايلر. فايلر الحته الفنيه عنده اعلى من كارتيرون، بس الجانب النفسي عنده مش غائب شويه، يعني حتى مش ما بيعرفش، مثلا في لعيب مش كويس ما بيعرفش يتكلم معاه، لعيب مثلا عنده مشكله ما بيعرفش يتكلم، الحته النفسيه ما بيعرفش يعملها كويس، ودي سببت له مشاكل يعني حتى في الفتره الاخيره، في الفتره الاخيره من توالي مع اللعيبه مثلا، مع اللي عنده مشاكل. موسيماني بقى عنده الاثنين، يعني عنده الحته الفنيه كويسه جدا، الراجل مجتهد جدا ومشتغل وبيذاكر كويس جدا اي فرقه بنلعب معاها. احنا فوجئنا لما جالنا مصر، يعني اول اجتماع لينا خالص، قال قاعد يتكلم عمرو سوليه انت بتعمل كذا بتعمل كذا، مروان انت عملت كذا، انت احمد فتحي انت حافظ مذاكر وعنده فريق عمل بيشتغل معاه، بيشتغل بشغل يعني شغل التيم ورك، ما بيشتغلش لوحده اكتر، يعني بيشتغل بيعتمد على محلل الاداء اللي معاه وعلى المعد البدني، طبعا كابتن سامي قمصاني دور كبير جدا معاه ومع كل فريق العمل. والحته النفسيه جنب الحته الفنيه بيعملها كويس قوي، يعني بيعرف يتكلم ازاي، ويعرف يستثير مشاعرهم، بيعرف ازاي بيحط حته ازاي يتجهم وامتى يبتسم. بالظبط وبيعرف ازاي يتعامل مع لعيبه، وبيعرف يذاكر اللعيبه كويس، بيعرف يعني سيكولوجيه كل لعيب ايه وبيجيله من ناحيته، يعني اللعيب اللي بيحتاج تحميس اكتر، في لعيبه ما بتحبش تبقى فيه اوفرلود تحميل نفسي قبل المباراه، بيعرف يعمل ده، هو يعني شاطر. هو ده واضح في الملعب، يعني واضح على اللعيبه بشكل كبير جدا، لان الجزء النفسي دايما بنتكلم ان هو جزء في غايه الاهميه، وبيأثر كمان على اداء اللعيبه، وده يمكن بيفرق كمان اداء اللاعب من مدير فني لمدير فني، يمكن لاحظناه في الفتره الاخيره. لكن قبل ما ندخل في تفاصيل موسيماني اكتر، انا حابه اعرف عن دكتور عمرو اكتر، يعني من سنه 99 حضرتك تقريبا بتشتغل مترجم، صح كده؟ انا قبلها انت صحفي في الاهرام الشعبي اصلا. التجربه اصلا جت ازاي يعني، وبعد كام لغه حضرتك برده بتجيبها؟ طيب هو مبدئيا اصلا دخولي للترجمه جت بصدفه محضه، يعني انا كنت اشتغلت في الاتحاد الافريقي، كنت في الفيفا طبق في الاول، كان في الاهرام فرنساوي، وجت فرصه اشتغلت في الاتحاد الافريقي، كان الاستاذ حسن مستوي كان كلمني، كان وقتها كان الاستاذ مصطفى فهمي، باشمهندس مصطفى فهمي كان السكرتير العام للاتحاد، وطلب حد وكان قرا مقال كنت كاتبه في الاهرام ابدو، فعجبه فقال له انا عايز الراجل ده يجي يشتغل معانا في الاعلام. اشتغلت، واول ما اشتغلت مع فيكن جازمجان، ده وكان مدير الاعلام. طبعا فيكن ده مدرسه لوحده، يعني راجل خبرات كبيره جدا، فاشتغلت معاه، كنت الاسيستنت بتاعه، واشتغلت معاه فتره. بعد كده كان جه موضوع تعيين في الاهرام، ما كانش ينفع اشتغل في الاثنين، فسبت الاتحاد الافريقي وكملت في الاهرام. بعد كده اشتغلت في بطولات بقى كاس العالم للهاندبول 99، وقبلها كاس العالم للناشئين في مصر، كلها ميديا، الى ان جت فرصه المنتخب 99، كان كابتن جوهر الله يرحمه، كان خسرنا في كاس القارات، وجاب مدرب فرنساوي، ولقيت حد من الاتحاد بيكلمني بيقول لي طب تعالى اقدم، ما كانش في دماغي خالص بقى، فروحت قدمت، وكان في حتى كذا اختبار انا فاكر، كنت بطلع الاول لغايه في الاخر، بعد كده قالوا لا شكرا، في حد من الاتحاد هيشتغل، فخلاص رجعت اشتغل تاني. عرفت ان هو ما وفقش قوي، حصل مشكله في مباراه،
فاستدعونا تاني وعملوا اختبارات تاني وبرضو يعني ربنا وفقني ونجحت ويعني خدوني وبدات. طبعا لقيت نفسي من اللعيبه اللي كنت بالنسبه لي مصدر روح امسك الكاسيت واسجل معاهم زمان بقيت معاهم. فالصحفي طبعا دي كفايتني حكيتنا عندي خلفيه رياضيه اعرف ازاي اعمل تحليل مباريات اعرف ازاي طريقه اللعب فادتني شويه بس دي كانت هي فتره شغلي مع جورجي هي اكتر فتره استفدت فيها لان كنت لسه جاي صحفي ما كانش عندي ما كنتش مدرب طبعا ما عنديش فكره عن تدريب فجيري كان بيعمل لي سيشنز مع نفسي يقعد معايا يفهمني ازاي اعمل 4 4 2 العب ازاي زمان كان في ليبرو بيتحرك ازاي يعني اساسا لما يجي يتكلم انا فاهم لان جيري كان خاص شويه ما كانش بيعرف لا انجليزي ولا عربي يعني درجه مثلا كان في اوتيل ينزل مثلا عايز يطلب حاجه من الريسبشن كان بيصحيني عشان انزل ما بيعرفش يتكلم خالص فكنت انا لسانه فكان لازم افهم هو بيتكلم ازاي. كان معاه البير ايمون كان المساعد بتاعه كان معد بدني كان هما الاثنين نفس الموضوع. فالفتره دي خرجت منها يمكن اعتبر انا كسبان الوحيد من الفتره دي. الفتره دي كنا ابطال افريقيا قبلها في 98 في 2000 احنا خامس وتم اقالته وكان فتره يعني سيئه بكل الجوانب. انا الوحيد كنت مستفيد كسبان الاكبر لان يعني خرجت عندي خبرات عندي عرفت اللعيبه بشكل شخصي وعرفت الاجواء شكلها ايه. بعدها بفتره بسيطه اشتغلت في الفيفا كنت بشتغل معاهم بارت تايم واشتغلت فول تايم معاهم. حضرتك عارف الفيفا في سويسرا ما ينفعش يديروا العالم من هناك لازم يبقى ليهم زي مكاتب اقليميه. فالقاره الافريقيه متقسمه لاربع مكاتب او كانت متقسمه لان الخريطه اتغيرت بعد ما جه انفانتينو مع بلاتر كانت متقسمه اربع اماكن وكان في مكتب في القاهره بيدير الدول شمال وشرق افريقيا. كان دكتور طه اسماعيل هو مدير المكتب وانا جيت مساعد ليه مساعد فني. قعدنا كتير حوالي 13 سنه تقريبا. وطبعا يعني كان في سفريات كل سنه بنسافر الدول كلها دول المنطقه كلها وبنشتغل ديفلوبمنت بنشتغل تطوير كره القدم وبرامج تدريب فطبعا دي كانت تجربه سريه جدا بالنسبه لي. عرفت المدربين السفريات لوحده برضو من البنود اللي لازم نتوقف عندها ولو للحظات ونعرف من حضرتك كواليس اللاعبين سواء حتى في السفريات خارج مصر او حتى فيما يتعلق بالفتره الاخيره حصول النادي الاهلي على كاس مصر وعلى دوري ابطال افريقيا كواليس اللاعبين عامله ازاي شامله الصفات الشخصيه والفروقات الفرديه بين كل واحد فيهم والتاني يعني مين الاكثر صخبا مين الاكثر هدوءا مين الاكثر تركيزا يعني ادينا كده خلفيه بسيطه. هو وحضرتك عارف انا ما عنديش خبرات في الانديه غير في النادي الاهلي بس مع المنتخب لما بقارن الاجواء بين اللاعبين المنتخب والنادي الاهلي. النادي الاهلي بتحس ان هم اسره بتحس انها عيله تحس ان هم قرايب تحس اي حد بيجي حتى لعيب جديد ما بتحسش انه جديد بيدخل على طول بيندمج بسرعه هو. طبعا اكثر صاحبا سعد سمير مفيش كلام يعني هو بيدي روح دايما سعد سمير في الجيل ده يمكن قبل كده كان في بركات برضو كان بركات يعني هم الاثنين مع بعض كانوا عاملين كانوا عاملين انا كنت في المنتخب لو كنت في المنتخب انا كان مدير الكوره طبعا المدرب العام مع كارتيرون كان كابتن محمد يوسف ودلوقتي مدير الكوره كابتن سيد الحفيظ والاثنين كانوا معايا لاعبين لما كنت انا مترجم في المنتخب مع جورجيا يعني بالمصادفه يعني كانوا هم لاعبين وانا كنت مترجم للمدير الفني وقتها. كابتن محمد يوسف كان بيلعب دور بركات وقتها يعني هو اللي يعني بيخلق جو كده من البهجه وكان ليه حضور كده وكان الناس بتحب يكون موجود يعني. كابتن محمد يوسف جيل قديم لكن دلوقتي طبعا هو كابتن سعد سمير ملوش منافس. كهربا بيدي جو حلو كده علاقتك باللعيبه يعني اعتقد ممكن يكون فيها بوند اكتر من كمان علاقتهم باي مدير فني بيجي. هل الموضوع ده انا ما كانش ينفع انجح غير ما يكون لعيبه علاقتي بيهم كويسه يعني هو اللعيبه نجحوني احد عوامل نجاحي هو اللاعبين لان ساعات كتيره المدير الفني بيكلفني اوصل رساله للعيب ممكن تكون رساله مش كويسه لو اللعيب مش حاببني مش هياخدها مني بصدر رحب. فبالعكس انا بحس ان هم ساعات كتيره جدا بيبقوا معايا يعني بحسش ان انا غايب عنهم بحس كاني انا طالع معاهم يعني هم طالعين مع بعض من هم صغيرين انا حاسس ان انا معاهم بقالي سنين طويله. هم زي ما قلت حضرتك بيحتضنوا اي حد جاي جديد اكيد يعني واحد اهم اسباب نجاحي في يعني الفتره اللي اشتغلت فيها مع النادي الاهلي واللاعبين علاقتي باللاعبين. بالمناسبه دكتور عمرو هل يعني سواء من منطلق الاحترافيه او من باب الامانه المهنيه حضرتك دورك ان انت وسيط ما بين المدرب وبين اللاعبين هل لما تكون الاجواء العامه مشدوده او ان في اجواء متكهربه كده زي ما بيقولوا هل بتنقل كل اللي بيطلع من بوق المدير الفني للاعبين بحذافيره والعكس ولا في بعض ولا في الاحيان بتعمل دور رقابي
عشان تحافظ على المشاعر الطرف الثاني، هل اضطريت لكده في الرسالة؟ الرساله لازم توصل، المسج لازم توصل. توصل ازاي؟ نفس الكلام، يعني ممكن اقول لك صباح الخير بزعيق، ممكن اقول لك صباح الخير بابتسامه، ممكن اقول لك صباح الخير يعني ممكن اوصل تعبيرات الوجه. انا بكلمك بس على حد برضه طرف من الرساله، لازم امان، لازم اوصل. الراجل عايز يقول حاجه لازم اقولها بكل بس لو فيها حاجه، يعني لو فيها، لانه حضرتك عارف الفرنساوي والانجليزي ساعات تستخدم بعض المفردات اللي بتعتبر لو ترجمتها حرفي تعتبر شتيمه، او تعتبر مثلا مش كويسه، ما ينفعش ترجمها حرفي. هنا بقى المفروض تيجي خبرتك، انك فاهم ايه اللي المفروض تقوله. اهم حاجه الرساله توصل، اهم حاجه تقولها له. ممكن تبقى عندك المشكله دي معكوسه لما تيجي تنقل الكلام من المصري، من اللهجه المصريه الى اي لغه ثانيه عموما، لان احنا متفردين بشويه كلمات لا موجوده في قاموس ولا حد يفهمها غيرنا. لا، ونفس الساعات برضو العيب بيبقى طالب عايز يقعد يتكلم مع المدير الفني، وبيبقى منفعل، مش بوصلش المنفعل، بقول له فلان عايز يقعد معاك. هي مش رقابي قوي، بس بقدر الامكان بتحاول تفلتر، بتوصل المسج، بتوصل الرساله من غير ما تعمل تلخبط الاجواء، يعني ما تعمل. طب هل لازم يكون المترجم بقى، ده سؤال انا نفسي عايز اعرفه، يعني لازم يكون مترجم عنده حته الفنيات دي عاليه، او يعني بيفهم فيها كويس علشان يقدر يوصل المعلومه مظبوط، ولا ملاش علاقه؟ لا طبعا، المترجم زي مترجم السياسه لازم يبقى فاهم مصطلحات سياسيه، مترجم الترمينولوجيز يعني الطبي مش عارف مصطلحات طبيه، مش عارف اترجم. فلازم يبقى عنده فكره. انا ساعدني، انا اصلا صحفي رياضي اصلا، واشتغلت في الفيفا، فده ساعدني شويه او خليني. طبعا اي حد بيترجم بس بيترجم صح، او بيترجم بالطريقه الكويسه، ولا ده ما يبانش غير بعد مع الوقت. يعني في مترجمين بييجوا وبيشتغلوا، وبعد فتره بيتم استبدالهم، او بيحس المدير بس بيستغنى عن خدماتهم عشان بيحس المعنى مش واصل. والمعنى مش معنى بس معنى فني، برضو معنى ازاي التعايش. انا برضو الموضوع مش سهل، صح. انت بتنزل الملعب، الناس بتشوف الجانب بس بتاع المؤتمر الصحفي والمؤتمر اللي هو عندك في الماتشات، لا ده في الكواليس اهم ورا، ان في اوضه اللبس، اجتماعاتك مع اللاعبين، اجتماعاتك التمرين، المفروض اصلا ازاي تحافظ على التون بتاع الراجل اللي بيزعق مثلا، بيقول حاجه معايا بنفس التون، تجري يعني في ظله بتجري، ده يمكن ده هتشوف الخسيتي ازاي اصلا، انا بتمرن معاهم كل يوم. لا، بتتحرك معاهم، ده لازم حد يكون دي خبرات، دي بتيجي بالخبرات. مش كل المترجمين بيعملوا كده، بس ده الصح كده. احنا عايزين حضرتك تفتكر معانا موقف لطيف ما يتنسيش، وموقف صعب ما يتنسيش مريت بيهم مع النادي الاهلي، في بطوله، في مباراه، في كواليس، في تحضير. موقف غريب ما يتنسيش، الكارت الاحمر اللي اخدته، انا اول مترجم ياخد كارت احمر، دي مش جديده دي. انا دلوقتي مش عارف ليه، يعني كان حكم لا كان ممكن فاهم هل دي ازاي اصلا حصل؟ كان ماتش هنا في مصر، كان وقت فايبر، والحكم كان جاي بتلكك اصلا، كان الحكم جاي مشحون مش عارفين مشكلته ايه، وكان في اكتر من ضربه جزاء ما صفرهاش الشوط الاولاني. اوكي، فبين الشوطين كابتن سيد نازل بيقول له يعني دي ضربه جزاء، فذهب لان جاي وراه، هو الراجل بيتكلم انجلش، فكابتن سيد اتكلم معاه انجليزي، ما احتاجنيش حتى اترجم. اوكي، فلقيته راح مديني انذار، انا بصيت له كده، حتى الكاميرا جايه واقفك قدام وشه السعيد. انا مش والله، انا ورا كابتن سيد انا. بعد كده اطلعوا بره، فطلع بره مديه كارت احمر، فجيب بعد كده المراقب اعتذر، يعني قال لك هو اقتطعت عليه الامر، بس وقفوك باتشين ولا ايه بدون ترجمه؟ ما ينفعش كده، ما توقفتش، بس الموقف كان غريب يعني. هو غريب طبعًا. جدا طيب عايزه اعرف حاجه، موقف صعب طبعا، واصعب موقف على الاطلاق، مش ممكن انساه ابدا. خسارتنا لكاس افريقيا مع الترجي 3-0، ده كان يمكن ده ممكن اصعب موقف حياتي، يعني انا بصنف ده من ناحيه ايه؟ نعم، من ناحيه ايه؟ صح، رحت كسبان في مصر 3-1 وبتلعب النهائي، وبنسبه كبيره هتكسب بطوله افريقيا، بتخسر 3-0، بتخسر النهائي كويس افريقيا، وبترجع يعني وبتحبط شعب كامل، بتعمل جماهيرك كلها. لا ده غير الخساره طبعا، ده شيء. بتكلم على الخساره، هتكلم على الخساره نفسها، مش اللي هو باتسو بنجن، ده اكتر اسوأ ذكرى في حياتي. تمام، بشكل عام مش في الرياضه بس، يعني جه بعد كده خسرنا بطوله عربيه، والمدرب مشي، اتعادلنا يعني، وتم اقصائنا يعني، خرجنا. بس بيبقى هزيمه التونس دي اسوء هزيمه، لان احنا كان عندنا امال، وكانت فرقه كويسه، بس يعني مش هنخش في تفاصيل بقى الهزيمه ايه بالظبط، بس هو القرارات اتخذت الاتحاد الافريقي قبلها وكده، وكانت صعبت مهمتنا، وايقاف وليد ازار وكده، وكانت اجواء مشحونه جدا جدا، كنا حاسين ان احنا بنحارب هناك مش بنلعب، وللاسف خسرنا الكاس. تمام، يعني بس بنعوض. الحمد لله. كل حضراتكم من جديد، عوده ل10 الصبح في الاهلي، وعوده لضيفنا العزيز الدكتور عمرو محب، المترجم الخاص بالمدير الفني للنادي الاهلي بيتسو موسيماني،
واثناء الفاصل كان بيتكلم معايا انا ونهاوند وعرفنا من او افتكر بعباره ادق افتكر برضو موقف من المواقف اللي ما تتنسيش بالنسبه له في مؤتمر صحفي لما صوته راح. ايه اللي حصل بقى؟ انا زي ما قلت حياتك مع جيرار جيلي ما كانش بيتكلم لا انجليزي ولا عربي، مفيش اي لغه تواصل غير من خلالي، ما كانش حد بيتكلم فرنساوي بالفريق يعني. فكنا مسافرين عندها ماتش في كوت ديفوار، كان ماتش مهم، كان ماتش اعداد قبل بطوله افريقيا على طول ساعه كانت 99. وانا في الطياره جالي برد وصوتي راح خالص، والجهاز الطبي كله اشتغل عليا عشان ارجع لي صوتي. انا المفروض بتكلم معاهم لا محاضره المباراه اتعملت ولا التمرين ولا اي حاجه، مفيش صوت خالص. ولغايه لما صوتي طلع رفيع كده قدرت اشتغل بيه بس في التمرين يعني. مسافه المؤتمر طول الطياره ليمون وفيتامين سي وحياتي عشان صوتي. ويعني قبل المنزل الملعب على طول، قبل التمرين على طول صوتي بدا يرجع كده بسيط. الحمد لله عود ونحن انت حشاور. طب ايه تاني ممكن تحكيه لنا مثلا، بس خاص بقى بعلاقتك باللعيبه تحديدا يعني؟ هل مثلا ممكن يكون في اوقات حد نفسيا مش تمام بتحاول تتكلم معاه حتى غير فكره ان المدير الفني هو اللي يكون بيوصله يعني، بيبقى فيه اللي هو النوع من الكونفرسيشن المحادثه دي؟ انت تحس يا دكتور اوقات انك ليك دور برضو في الجزء النفسي ان انت تتكلم على اللعيبه ولا؟ انا راجل بروفيشنال، انا الحته بتاعتي الجزئيه بتاعت حضرتك بس دي نقطه مهمه. مش بس بقى مترجم، انا بدرس ترجمه عندي، فانا عارف ايه. طب وعلى الناحيه الشخصيه حتى لو مش وقت التدريب كويسه جدا باللعيبه كلها تقريبا، في لعيبه قريبين جدا مني يعني كابتن وليد سليمان، كابتن الشناوي، في لعيبه قريبين يعني علاقتي بيهم شخصيه كويسه جدا، لو في مناسبات بيزوروني يعني علاقتي بيهم كويسه جدا. يعني الشق الشخصي ممكن يبقى موجود بس مش وقت التدريب او وقت ما ينفعش ممكن يجي يتكلم معايا، بس لازم انا برضو براعي ان في الاخر بيتكلم معايا انا مترجم المدير الفني يعني. بره بنتكلم زي ما احنا عايزين. حتى لو اضطريت تقول يعني ما معناه يعني كده بالبلدي كلمه طيبه، لو دي هتقرب وجهات نظر الراجل بيحبك. لا انا عايش وهو بيشد عليك اوكي دي دي ما دي يعني اوكي يعني. لكن مش معناه ما اقولوش مثلا حاجه مش مظبوطه او اقول له حاجه او اقوم الدنيا او الحاجات دي خالص يعني. المفروض انا ليا الحته بتاعتي ما اطلعش منها. طبعا. نجاح المترجم ان هو يبقى مش موجود، المفروض المترجم ما يبقاش موجود. يعني الجمله دي قويه جدا، نجاح المترجم ان هو يبقى مش موجود. زي المترجم ده بيعتبر زي سواق لغه يعني، حاجه السواق شاطر حاسس انه راكب عربيه ما بتحسش بمطبات، انت المفروض ما تحسش بمطبات في الترجمه. هو ده بيتكلم كان ما فيش حد، ما فيش صله بين الراجل وال يعني. على فكره بنقول كلمه راجل دي عادي على المدير الفني، دي مش تقليل منها، بين المدير الفني واللاعبين. حضرتك يا دكتور عمرو ولسه عندنا حاجات كتير عايزين نتكلم فيها صراحه، بس ممكن نذكر امبارح بقى التكريمات اللي كانت يعني زي السيول امبارح. ما شاء الله النادي الاهلي حصل امبارح على تكريمات عديده جدا يعني، بدايه كمان من افضل نادي، افضل رئيس نادي، افضل نادي في ما يختص يعني بالانشاءات، كمان لعيبه كتيره جدا اتكرموا من عندنا و و و الى اخره. حقيقي الواحد كان فخور امبارح وهو بيسلم الجوائز. يمكن دي الصوره اللي كنت بقول لحضراتكم عليها امبارح في نهايه التكريمات، طلبوا الاستاذ احمد الهواري طلب من كل الفريق خاص بالنادي الاهلي سواء اداره فنيه او مجلس الاداره، وانا كنت واقفه يعني كان مشهد جميل جدا. كان معانا برضو كابتن احمد شوبير وشغلوا لنا اغنيه الاهلي امبارح، كان مشهد اكثر من رائع. القاعه كلها كانت بتسقف، الناس كلها كانت بتغني مع الاغنيه بتاعه الاهلي، مشهد حقيقي الواحد كان فخور بيه امبارح، فحاجه كانت جميله بالامس. هو حضرتك بصي، هو سهل انك تحققي نجاح بس صعب انك تحافظي عليه. نبقى للسنه الثانيه على التوالي افضل نادي في مصر وافضل رئيس نادي، وهذا اقف عند افضل رئيس نادي كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب ليه دور كبير جدا في كل الانجازات اللي بنعملها احنا كفريق كوره، على طول سبورتنج لينا، موجود معانا وبيساندنا، وعلى طول موجود معانا في المعسكرات، وعلى طول معانا بيجي يتكلم مع اللاعبين ويحمسهم، وعلى اتصال دائم بالجهاز الفني مع موسيماني وقبل منه مع فايلر. يعني ليه دور كبير جدا لما تحس ان رئيس المنظومه كلها، مدير المنظومه اللي بيدير النادي الاهلي في ظهرك ومعاك وبيأيدك وبيشجعك وبيحمسك في اللحظات الصعبه قبل لحظات النجاح دي، بتبقى حاجه كبيره جدا للاعبين. تلاقي حد يعني اسطوره كابتن محمود الخطيب لما جه موسيماني كان فرحان ان هيقابله اصلا يعني، هيقعد يتكلم معاه ويتكلم معانا. انا سعيد اني اقعد مع يعني حد زي محمود الخطيب، الكره الذهبيه 83 واحد اساطير كره القدم في افريقيا. لما ينجح في الدور الاداري بالشكل ده، والنهارده احنا ثلاث القاب وان شاء الله نحقق خمسه، فده نجاح للنادي الاهلي كله. وطبعا انا لازم برضو بشكر تاني كابتن محمود الخطيب، ليه دور كبير جدا جدا في الانجاز اللي احنا بنعمله ده عشان مسانده مجلس الاداره والدعم اللي بيحصل.
جميل. احنا بنضم اكيد سلطان صوتك في تحياتك لكابتن ديبو، طبعا اسطوره من اساطير كره القدم على الصعيد العالمي الحقيقه، يعني مش بس على الصعيد المصري. طيب انا عايز اسال حضرتك على حاجه تخص صميم عملك، لان يمكن مش كل الناس ممكن تبقى عارفه الفرق ده، في حال وجود فرق ما بين الترجمه عموما والترجمه الفوريه. والترجمه طبعا انواع، بس الترجمه احنا بنستخدمها اكتر في شغلنا، في الترجمه الفوريه اللي هي بتبقى وقت المؤتمرات، وقت الاجتماعات الماتشات اللي هو بتكلم معاه، لان ما بقاش في وقت يعني بين الشوطين مثلا هو خمس دقايق اللي هتكلم فيه، فبتكلم في نفسه. طبعا دي ليها مهارات معينه انك تسمع وتتكلم في نفس الوقت وتختار، يعني ليها مهارات معينه. والترجمه التطوعيه اللي هي بيبقى في المؤتمرات الصحفيه بتسمع الجمله وبعدها بترجمها بعد كده، يعني دي مش شرط، يعني الفوريه طبعا كلمه بكلمه لازم كان جهاز بيترجم. طب مفيش مره مصطلح طار منك معنى راح لا هي من دماغك؟ بيحصل. بص هي النقطه، انا بعد الامر ما يخلاش نفسي، انا 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 زوجتي دكتوره في ترجمه فوريه، فبرجع البيت زي لعيب الكوره بيرجع يقول لي لعبت كويس ولا لا، ارجع ولا ايه رايك عملت، تقول لي اه برافو عليك الكلمه دي كويسه، لان كل كلمه ليها مرادفات، انك تختار الكلمه الصح في جزء من الثانيه دي مش سهل. التتابعيه بتاعت المؤتمر اسهل، التتابعيه ممكن بعض الناس يقول لك يا الراجل ده نسي يقول الكلمه دي، لا انت مش لازم تقول كلمه، ده مش 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 نص يعني، انت بتاخد المعنى يعني. بيحضرني دايما فعل وسرعه بديهه غير طبيعيه، ده شغلك بقى، ده شغلك زي لعيب الكوره بياخد قرار من الثانيه اللي شوط، الممارسه بتحسن الممارسه طبعا، وبتشتغل على نفسك، بتشتغل على نفسك وبتكون طبعا دارس، يعني الترجمه دي مش اي حد بيعرف لغه بيعرف يترجم، مش اي حد يا اما كان اي حد يترجم، فهي النقطه دي مهاره المفروض انت بتكتسبها من الشغل، ويكون عندك اصلا يكون عندك الموهبه تعرف تعملها. فالترجمه المؤتمرات دي تتابعيه، بتسمع الباراجراف او اجابه السؤال وبتجاوب. ساعات مثلا موسيماني بيحب ما يطولش، يعني هو بيحب دايما يبقى جمله ويستنى هو بيفكر ويديه فرصه اترجم، وفي ناس بتحب تاخد فتره اطول يعني تسترسل فيه. فايلر كان بيقعد ممكن يتكلم الباراجراف كامل، بترتبه جوه دماغك وبترجمه، ومش لازم تقوله كله، يعني مش لازم يعني. دايما بيحضرني دايما اول مره، اول مؤتمر ليا مع كارتيرون، اول مؤتمر ليا كارتيرون كان اول سؤال سال قال انا سعيد، انا راجل سعيد النهارده، انا راجل سعيد، انا لو ترجمت قلت انا سعيد ابقى مش مظبوط، انت بتوصل المعنى. فدايما بتاخد المعنى وبتوصلها تتابعيه، لكن الفوري ده فوري يعني زي ما بيقول، يعني لو غلط تغلط، يعني ساعات كتيره جدا مثلا يغلط مثلا يقول اسم لعيب بدل لعيب بقوله زي ما انا، ماليش دعوه انا 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 ماشين انا جاهز زي ما بيقول لي انا بطلع. ساعات بتقول له بتلفت نظره، بس انت المفروض زي ما بيقول لك زي ما بتقول. صحيح واخدها من ناحيه بروفيشنال جدا، يعني مجرد اللي بيتقال لازم يتنقل زي ما هو، لازم على الاقل المعنى. ساعات طبعا ما فيش حد ما بيخطاش، يعني هو ممكن بيغلط في اسم او حاجه. طبعا كلنا هو بس بوسكيت موسيماني ان الانجليزي لغته الثانيه، فالانجليزي بتاعه برضه مش بيرفكت قوي يعني، فساعات برضه ايه بقى فيها لخبطه. هو حضرتك كمان عندك قدره يعني الاكسنت المختلفه بتترجمها، يعني يمكن امبارح ولما كان يعني كوتش موسيماني بيلقي الكلمه بعد التكريم هو اتكلم باللغه الانجليزيه، لكن انا اقول لحضرتك انا ما فهمتش يعني، لان الاكسنت كانت افريقيه. فبس حضرتك ترجمتها على طول. شغلي برضه عرفت بقى خلاص. هو يمكن صعوبه الفتره دي ان انا بترجم انجليزي الموسيماني والثلاث مساعدين بتوعه، وبترجم فرنساوي لمايكل مدرب حراسه المرمى والديانج وكان بادجي قبل ما يمشي، فانت بتترجم لسبعه، ثلاثه فرنساوي واربعه انجليزي في نفس الفريق، وطبعا عربي اللاعبين. فهي دي ساعات نفسها غصب عنك بتترجم، مثلا قبل الماتش الموسيماني بيتكلم مثلا مع ديانج ومع مثلا مع حمدي فتحي، فبالتالي بتترجم بتتكلم يعني بتقول له انجليزي، بتوصله انجليزي وبتقول مرة فرنساوي لده وبتقول، فهي دي يمكن. طيب بس الحمد لله نجح فيها. نروح معاك لملف تاني، انا مش عارف انت لاقي له وقت منين الحقيقه، فكره ان انت بتحاضر يعني في الفيفا. انا محاضر اداره واعلام في الفيفا، انا محاضر اداره ومحاضر اعلام. انا الكورس ده كنت بفكر ان لا ده غير الكورس، ده غير الكورس. الكورس ده حاجه اللي هو في جامعه القاهره. ده سبورت مانجر، ده بروجرام برضه فيه تقريبا. لا انا محاضر اصلا في الفيفا، وده بروجرام، يعني يمكن بروجرام حتى ممكن نقوله في ايجاز بسرعه، ان من فتره يعني وقت ما حصل وقت بطوله كاس العالم كوريا واليابان كان حصل مشاكل اداريه جامده جدا. وقتها الفيفا اتاكدت ان لازم يبقى في زي ما بيدوا دورات للحكام وللمدربين، لازم يبقى في دورات للاداريين ازاي يديروا ايفنتات رياضيه. فالفيفا ما هياش جامعه، ما ينفعش تدي شهاده. فتعاقدت مع جامعه نيو شاتل في سويسرا، وهناك في تحديدا مركز اسمه مركز الدولي للدراسات الرياضيه، سونتر انترناسيونال دو سبور سي اي اس. السي اي اس دول تو ديليفر اللي هو يدوا الشهاده او يعملوا بروجرام مع بعض مع الفيفا. وعملوا حاجه اسمها الفيفا ماسترز، عملوا ماجستير الفيفا
ان تروح تقعد بره 9 شهور، 3 اشهر في ايطاليا، 3 اشهر في انجلترا، 3 اشهر في سويسرا. ده اللي شغالين في مجال الرياضه، عشان تسيب حياتك الفتره دي وبرضه غالي حوالي 60,000 يورو، وانك هما كام واحد من العالم كله، فكان صعب، كان في طلب كبير. فعملوا نموذج مصغر منه في كل في دوله من كل منطقه عشان تغطي المنطقه. فاختاروا جامعه القاهره، طبعا احد اعرق الجامعات لما يكون اعرقها يعني في افريقيا كلها، انها بتغطي يعني لغايه نص افريقيا والوطن العربي، وفي جامعه ثانيه في السنغال، وجامعه في جنوب افريقيا. جامعه القاهره يمكن الادفانتج اللي فيها، الامتياز اللي فيها ان هي انجليزي وعربي، ممكن تدرس بانجليزي وبالعربي، والثاني في فرنساوي. فالجامعه الوحيده في العالم اللي 3 لغات ممكن تدرس فيها. البرنامج عباره عن ايه؟ البرنامج ده بيجيب لك كل الاداريين اللي بيجوا من السعوديه، من الامارات، من كل الدول. فما ينفعش هيقعد سنه كامله، فمعموله بلوكس، فترات دراسيه، كل فتره حوالي 14 يوم على 3 فترات. كل فتره بتدرس محورين من محاور الاداره الرياضيه، بيديك اهم 6 محاور في الاداره الرياضيه اللي بيها ممكن تشتغل كاداره رياضيه تبقى راجل فاهم، وبيوديك اخر ما توصل ليه العلم في ال6 محاور دول. وبيجي لك محاضرين من فيفا ومن بره اجانب، ومحاضرين من مصر بيعملوا حاجات يعني يعني موازيه للبرامج للمحاور دي. فالبرنامج طبعا كتير قوي اتخرجوا منه، الدكتور راضي علواني مثلا عندنا كانت من الدفعه الاولانيه، النادي الاهلي طبعا النادي الاهلي سباق فبياخد دايما الكوادر من الناس المتخرجين. امير توفيق، يعني امير توفيق دايما بقول ما انساش ان في 2014 كان اتصل بيا، كان لسه بيلعب كوره وكان خد رايي يا ترى اكمل، كان عنده وقتها عقد جاي له عرض من النادي يكمل، كان تقريبا اتفاق بين سويف او حاجه كده، ولا ياخد يعمل بروجرام. انا قلت له رايي، انا رايي يعني خلاص كوره كفايه كده واعمل بروجرام، وقد كان. واعتقد في خلال فتره بسيطه، هو طبعا هو تالنتد وعنده الموهبه، من الاهلي لشركه ثانيه لمدير اعلام في النادي الاهلي، والنهارده مدير التسويق في النادي الاهلي، والنهارده شايفين انجازاته يعني. يعني لسه عندنا اسئله كتير والله، بس للاسف الوقت بيكون يعني ليميتد. بس دكتور عمرو والله احنا تشرفنا بحضرتك حقيقي، والنادي متشرف بيك، يعني دور كبير حضرتك بتقوم بيه، ولو حتى يمكن الناس او بعض الناس مش ممكن مش واصل لها ده، بس حضرتك دورك اساسي. فبجد توفيق ان شاء الله دايما مع الفريق باذن الله. نورتنا وشرفتنا، وبنتمنى لحضرتك كل توفيق ان شاء الله. يا اهلا بكل حضراتكم مره تانية. احنا طبعا بنحب دايما مع كل فرحه ومع كل انتصار جديد للنادي الاهلي بنحب دايما نستعيد ذكريات الانتصارات السابقه. طبعا من خلال ايام بسيطه جدا تم تتويج النادي الاهلي يعني بكاس مصر للمره 37 في تاريخه. طبعا ده يخلينا عايزين نتكلم مع حضراتكم عن ال 36 اللي فاتوا. طيب مين احسن حد هيقول لنا احلى كلام عن ال 36 اللي فاتوا غير استاذ محمد صادق؟ صباح الفل على حضرتك. صباح الخير عليك استاذ كريم، اشكرك والله. انا مبسوط جدا لان انا يعني صباح الخير يا استاذ نوال. صباح الخير على حضرتك. انا مبسوط ان قبل كاس افريقيا ابطال الدوري كنت انا قاعد هنا وقلت ان شاء الله صح. هنحط فوق بطوله الدوري كاس افريقيا صح. انا فاكره كويس كاس مصر ان شاء الله، وهناخد السوبر وهنبقى احسن فريق في العالم نادي القرن في الفتره احنا فيها دي دلوقتي ان شاء الله. ده قلناها، كان في ساعتها عاملين ريال مدريد وبرشلونه والنادي الاهلي دخلوا في حته نادي القرن على مستوى العالم طبعا. فالاهلي لو حقق بطولات ان شاء الله هيبقى نادي القرن على مستوى العالم ان شاء الله. فان شاء الله ان شاء الله الاهلي بقى على طول في افراح، كونوا مبسوطين وكونوا مبسوطين كلنا. وشكر واجب طبعا للكابتن الخطيب ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي كله، من ولاعيبه وفنيين ومذيعين ومصورين وجماهير طبعا. هو كله كيان واحد حقيقي. ويمكن لما حد كان بيسال يعني اي صحفي او غيره بيسال يعني فكره الاضافه اللي جات لكم بعد سواء انا او كريم في الانضمام لقناه الاهلي، ان انت دخلت وسط عيله بجد طبعاً. انت مش مذيع في قناه او انت عضو في نادي، لا انت عضو في وسط عيلتك، فدي بتفرق جامد جدا. انا بتكلم حضرتك بجد يعني دي كلنا شعرناها. لما انا عشان بحب التاريخ وبقرا تاريخ كتير، اول ما دخلت قناه النادي الاهلي انا توقعت النجاح. اي عمل فيه حب وفيه تكاتف وفيه مصلحه عامه وفي سيستم ماشي عليه صح. الكيان ده بينجح. هو ده النادي الاهلي، هو ده التاريخ، هو ده هيبقى المستقبل بالظبط على جميع الاجيال، مش جيلنا احنا بس طبعا. احنا مكملين الاجيال المحترمه السابقه صحيح. وان شاء الله النهارده هنتكلم عن بعض بطولات تاريخ النادي الاهلي كاس مصر. حلو. احنا كنا عاملين حلقه قبل كده عن كاس افريقيا، وان شاء الله هنكملها برضو يكون في ظروف ثانيه. والنهارده هنتكلم عن تاريخ النادي الاهلي مع كاس مصر
من العشرينات. نبدأ بقى بالصور. ماشي. ننزل بالصور. يلا. احنا نقدر نقول هنجيب صورة صورتين كده. النادي الاهلي في بداياته في العشرينات اول بطولة اخدها 1923 وكابتن رستم وكابتن حمدي وكابتن محمود مختار التتش. ها؟ مجموعة كبيرة جدا بدأت انها تاخد اول بطولة كأس مصر. كان ساعتها اسمها كأس السلطانية. كان ليه اكثر مسمى بعد كده كأس السلطانية. يعني نسبة السلطان حسين كامل او السلطان فؤاد. ها؟ بقى الملك فاروق ده من 36 37 بعد ما مات الملك يحيى الملك 36 37 جه الملك فاروق ب 18 سنه واصبحت فاروق. في بقى في الاربعينات وفي الخمسينات وفي فرقه همامي بتاع قبل ما نخش على الصوره دي. ها في الثلاثينات في 31 وفي 37 ها الاهلي خد كاس مصر. في الاربعينات اكتر من حاجه جميله قوي في الاربعينات بس احنا وخمسينات. شدك المنشط صح؟ لازم نقف عند العنوان ده المنشط ده. والجزء والكلمة الأخيرة منه تحديدا لأن هي بتأكد على أن فعلا النادي الأهلي تاريخ من الأخلاق والمبادئ. 20 سنة كام وبيتكلم عن السلوك كمان. 20 وثيقة. إحنا كنا عايزين نرجع شوية بس كان في بطولة مهمة جدا قبل. أيوة أشكرك بعد دي على طول. شكرا أستاذ المخرج. في بعديها حاجة اسمها محمد نجيب رئيس مصر الأسبق. في صورتين أو صورة ليه وهو بيكرم الصورتين اللي فاتت دول بتوع 65 66 لما الأهلي خد كأس مصر. ها بصوره جميله جدا. لكن كان في صوره شكرا شكرا جزيلا. هنا بقى مهم قوي نحكي عن دي في 1953 النادي الاهلي ياخد اول بطوله كاس مصر بعد الثوره بمسمى الجديد طبع. كان قبليها فاروق طبعا ذهب فاروق جت الثوره والجمهوريه. ها الرئيس السابق محمد نجيب بيسلم كاس مصر لكابتن النادي الاهلي مكاوي. شكرا جدا للمخرج ان احنا جبنا عشان نمشي بالاحداث التاريخيه بالترتيب. بالترتيب برضو هنا هنلاقي صوره تانية برضو الاهلي كسب الزمالك في النهائي 4-1. شكرا جدا اهو مظبوط 4-1 في نهائي 1953 اول بطوله في عصر الجمهوريه في عصر التحرير ما بعد الثوره. كان اول بطوله اخذها مين؟ النادي الاهلي. شكرا جدا. احنا ممكن بعد كده بقى نخش على الستينات اللي احنا جبناها قبل كده الجورنان والمجله. قبل دول لو سمحت الصوره بالالوان للنادي الاهلي ومعاها الصوره الاهلي بالسلوك يكسب في يكسب الترسانه. الترسانه والسكه كانوا بينافسوا كل الفرق وبيكسبوا الفرق الكبيره فرق قويه جدا. الترسانه والسكه فرق عظيمه قديمه والمصري ما شاء الله والكروم طبعا. عايزين شكرا للاستاذ المخرج المره الثانيه. هنا الاهلي استحق كأس مصر. دي الكلمة اللي بنتكلم عليها. بنتكلم في نص قرن في قرن باللعب والسلوك ده أساسي. يوم التوفيق بتاع الله عز وجل يجينا يبقى فيه أدب وفي سلوك وفي لعب وحماس وبنحب نادينا يوم ربنا يكرمنا في أي بطولة. ممكن نكون ظروفنا مش حلوة اللعب مش ماشي معانا النهار لكن ربنا بيكرمنا وبيوفقنا من النية السليمة. هنا شكرا جدا. وفي بعديها صورة كمان هجيب التشكيل في الستينات كابتن ميم الشربيني. ها بص ومروان وبص ده الصوره دي من منين؟ من ملعب مختار التتش في 1966 عندما حصل النادي الاهلي على كاس مصر وكابتن انور سلامه جيل عمالقه طبعا. كل جيل زي ما قلنا في كل حلقه محترم بيكمل الجيل اللي بعديه. هنخش بعد كده بقى في صوره جت من شويه الكابتن الخطيب في بطوله 1978 اسف. دي مباراة ما انساهاش لان يعني كان عندي يعني 7 سنين وكنت واقف بعيط وفي نفس الوقت بفرح والنادي الاهلي نازل بعد الماتش وازاي حققنا الفوز بعد الهزيمة 2-1. شكرا الكابتن صفا ابو حليم والكابتن الخطيب في مباراة 1958 نهائي كاس مصر 78 ليها قصة جميلة. كنا مهزومين من الزمالك 2-1 والماتش مرة واحدة كابتن الخطيب نزل ها وطاهر الشيخ وبتاع مع حفظ الالقاب قلبنا المصري من 2-1 هزيمه ل 4-2. وكان ساعتها بقى يعني الجمهور اقول ايه انا عايز حته حلوه بسبب الجمهور. يعني لما خدنا كاس افريقيا اللي فات ده ومصر انا قاعد في حته بين الهرم وفيصل. يعني انا اول مره افرح من ساعه انتخابات الرئاسه رئيس السيسي لغايه دلوقتي اشوف الناس في الشارع بطريقه غير ايه ده والله. ناس خرجت من البلكونات بالزغرط يا الاهلي هو البهجه هو الفرحه للشعب. انا عايز
عايزه اسال حضرتك برضو استاذ محمد نعرف التفاصيل بتاعه ازاي بقى من 2-0 ل 4-2 2-1 2-1 ل 4-2 بس اللي في وجود حضرتك احنا على عكس كل الضيوف التانيين يا فندم احنا بنتكلم احنا ما بنحفظش يعني احنا بنقول من قلبنا اللي بيطلع انا قصدي بسم الله ما شاء الله تمام القدره على الاسترسال عندك حب انا داخل في 50 سنه من وانا طفل والدتي بتشتني 3 سنين وانا بقول اهلي انا كذاب مش انا مش بكذبش والله من سن 3 سنين بقف كده عن اهلي اعمل كده وانا عند الازهر والخشين. طب ما لعبتش ليه لعبت في كذا نادي كنت بلعب مع كابتن احمد كشري وكذا لعيب كابتن احمد كشري النادي الاهلي لعبت مع كذا لعيب بس كانت انا ظروفي ما كانتش تسمح ان انا اقدر امارس بس الاهلي ده حب وكيان جوه الانسان لما يجي حد بيتكلم على الاهلي زي ما كابتن عبد الجليل المشكور قبل كده دخل قال لك ايه ده بيتكلم بحماس ده شيء كويس يعني احنا خسرناك كلاعب ولكن كسبنا مؤرخ جميل ده شرف ليا ده طيب ده الماتش كنا بنتكلم عليه يا بص بقى هنا كابتن الخطيب كان هيلعب وكان قاعد والخطيب جه على السكشيل قوي حبا في النادي وفي الكيان خطيب كان بيلعب بالحر كورتيزون ها كان بتضع اي لعيب بيلعب بنص قوته بيلعب ده الخطيب مره لعب برجل واحد ماتش يا سوبر 4-1 ده ماتش 4-2 انا عايز اسال حضرتك بس حاجه هو الخطيب نزل الشوط الثاني بص الخطيب انا هاخد كوره على الطايره ده الشوط الثاني الشوط الثاني الاولاني كنا 2-1 ونزل الخطيب الشوط الثاني بقينا 4 اتقلب الماتش بطريقه ها الاهلي مسك الماتش محاصر الزمالك 3 جوان ورا بعض الخطيب وطاهر الشيخ بص الكوره مين شوف الرفعه وازاي على الهواء الطاير على طول بص دي جوان الكابتن الخطيب طبعا جوان الكابتن الخطيب ينزل بتستمتع يعني كل كوره فيها لمسه جماليه بص الجون ده حضرتك 2-1 وانقلب الماتش في دقايق كابتن شاطر رفع الكوره ديت الله كابتن جماعه بنلعب كام عليه بص يعني جول جيب بمجموعه وشغل جماعي لا جميل لا كل لا واحد بيرد على الثاني كانش ده السيناريو لسه ما صلت الشهير بتاع كابتن شطه طبعا الافضل اللي في الهوا اللي بيشتهر بيه ما شاء الله كابتن شطه محب النادي الاهلي طول عمره شخصيه جميله الحقيقه اكتر الناس اللي كان يحب يسجل بالكاميرا كل احداث المهرجان يا سلام سلام خطيب وطارش الخطيب قاعد مش هيلعب هو قاعد بالترنج مش هينزل مالوش انه ينزل مش هينزل كان مصاب وتعبان ما كانش قايل لهم ان قبليها مش هيلعب لعب الماتش دوت ازاي نزل اتقلب الماتش من 2-1 ل 4-2 ده التاريخ اللي بيقول ها الجورنال والمجله والصفتوغرافيه والفيديوهات كل ده احنا النهارده بنحكي عن تاريخ ولما نخش بعد كده في فترات تانية هنشوف كل نجم لعب في نادي الاهلي كان ليه دور بارز من حارس المرمى اي دي صفت الله انا بقى ليا صوره هنا دي في جورنال النادي الاهلي يا سلام كابتن الخطيب بيبوسوا هنا الكابتن شطه والكابتن جماعه حميد كان بيلعب في الاهلي ازاي كان الخطيب كانوا عيله واحده بيحبوا بعض ها طبعا. ازاي كان الخطيب ككابتن للفريق ازاي كان الخطيب كان الناس بتحبه كان بيمسكهم كاخواته ويحضنهم شوف كانه حاد من الكابتن حميد كانه اخ صغير ليه بيحضنه ويطبطب عليه ما هو الكابتن الخطيب ليه افضل على ناس كتيره بعد كده من كتر توجيهاته ليهم ان هم بعد كده يقدروا يلعبوا ويجيدوا يا جماعه اي مدرسة كوره في النادي الاهلي خش في النادي الاهلي يقول لك خش اللعيب بعد ساعات كابتن اللي لسه جاي النادي الاهلي ها بدر المغربي بدر بنون ولا قصدك على مين اول ماتش اول ماتش دخل حب بيجمع بيعمل بطولات نرجع تاني للماتش الكاس في مدرسه الاهلي ده برده في نفس ماتش 78 يا مدرسه الاهلي الخطيب بص مكتوبه مش انا اللي كان اهو الجورنال بيقول ايه الكابتن الخطيب هم اللي كانوا من عندنا من ساعتها أيوة. نرجع بقى للمباراه دي قصتها الجميله الله رحم الله الكابتن الجوهري ها في مباراه 1984 وليها قصه جميله هنقولها سريعا برضو ها كنا بنلعب في نادي المصري الجميل المحترم التاريخي الكبير نادي المصري وكان الكابتن الاستاذ سيد متولي كان رئيس نادي الايه المصري كابتن مسعد نور جاب جون والمصري كان بيلعب ماتش جميل جدا وعامل ماتش حلو ها وماتش هينتهي وقام بقى الكابتن سيد متولي يعمل اهو ده جون اهو مسعد نور كوره بالعرض يحط رجليه تخش جون في الكابتن شوبير هيبدا الماتش سجال لغايه اخر دقيقه كابتن علاء ميوب اهو هيرقص كابتن عادل عبد المنعم ويحطها 3-1 كابتن علاء ميوب هيجيب جونين الجون الثاني هيجنح من الشمال ببطء ببطء ورق ويطلعها من فوق ايه كابتن علاء ايه عبد المنعم رحمه الله برضه جيل عظيم الجون كابتن خالد جل الله شوطه كابتن محمد عامر كان رئيس كان كابتن النادي الاهلي كابتن الجوهري كان مدرب النادي الاهلي كابتن عبد الوهاب سليم كان مدير الكوره في النادي الاهلي وازاي قاعد هيتجنن العبوا الاهلي نكسب بص الناس فرحه غير عاديه في اخر ثانيه ده الجون الثاني بص كابتن علاء اجري هناك شمال
هيجري هيجري لغايه ما يخش جوه من ناحيه الشمال ويسقطها من فوق. كابتن انا فرج على الماتش ده نسيت عمري. هي دي كانت الدقيقه كام بقى؟ دي في الشوط الاضافي كنا احنا قاعدين اخر ثانيه في الشوط الثاني. كابتن علام ايوب عمل جول عبقري. كابتن علام ايوب يا رموز من رموز لعيبه النادي الاهلي وتاريخه. ها بص هيخش لجوه جوه جوه وطلعت الكابتن علاء عادل عبد المنعم. كابتن عادل عبد المنعم اسف هيسقطها ازاي من الزاويه دي. بص كابتن علاء ميوب يا طبعا فرحه عارمه. لا لا كابتن علاء ميوب حاجه من عظماء لعيبه النادي الاهلي. هو الحقيقه يعني النادي الاهلي يعني ما نقدرش نقول انهي جيل بالتحديد هو اللي يطلق عليه لقب الجيل الذهبي لان كل الاجيال اقوى من بعض. كل الاجيال ذهبيه حتى انا بشوف حتى الجيل الحالي. لا الجيل الحالي ده رائع جدا من البطولات. كل ده مكمل يعني بجد كله مكمل. ده جون لغايه دلوقتي كابتن مين ربنا يديله الصحه كابتن خالد جد الله. يعني كنا بنقول دانا من الناس يعني التاريخ الاهلي هيذكرهم كابتن ده. يا سلام يا هترجع كابتن سمير فوزي حطها في العرضه رجعت كابتن خالد جدالة حطها. وبرده كان في برده نهائي كاس كابتن خالد جدالة كسبنا الكاس بالكره على ال 18 قنبله من على ال 18 في الكابتن برده عادل عبد المنعم. كانت مباراه عظيمه. وتاني سنه على طول لعبنا بالناشئين وخدنا الكاس 1985 كابتن محمد ساكت. اول ما كان بس ان الزاويه اتفتحت فكسر من الثانيه. بس كابتن عادل عبد المنعم كان جون عظيم. ده حلو جدا حلو جدا. وابنه مازال يلعب ولعب في الاهلي وكان لعب مصر المقصه ورفعوا الكاس. ها ولسه بقى هنشوف جيل 92ات كابتن ايمن الشاوي وحاطط الكاس كده 92 مباراه جميله. يا شوف الفرحه اهو. هو الاهلي اهو كابتن علاء ميوب اهو فعلا كان عريس المباراه دي. كل اللعيبه كانوا ابطال لاخر ثانيه زي ما تعودنا النادي الاهلي. ها يعني انا هقول لك حاجه ظريفه كده حصلت لاول مره احس بمنافسين احس بيهم بعد ما حصل الدروب الماتش الاخير ده الكاس ده وحصل تعادل في الوقت الضايع. ها كنت مش قادر بقى كنت خايف كاس مصر ده. قلت الله يكون في عون المنافسين. ده الاهلي على طول بيكسب في الوقت دوت. ها على مدار سنين ما شاء الله عنده الصبر والمصابره على ده. يبقى المنافسين يعملوا ايه؟ كابتن علاء ميوب رافع الكاس يا بفرحه عارمه. المباراه خلاص بيقول لحضرتك الكابتن سيد متولي رئيس نادي مصر رحمه الله قايم في اخر دقيقه وبعد الجرافطه والكاس بيتحط ياخد الكاس فيروح بورسعيد. لقينا كابتن هجمة عنتريه كابتن علاء ميوب دخل ومرقص الجون وداخل اهو ده الجرنان ينزل اهو. دي من المباريات التاريخيه للكابتن للنادي الاهلي وكابتن علاء ميوب. لا احنا لو جبنا تاريخ كاس مع النادي الاهلي تاريخ عظيم تاريخ يعني حاجه عاليه قوي. كاس مصر ان شاء الله بنستعرضه وهنستمر في الاستعراض يعني لكل الناس محبي وعشاق الكيان نسترجع معاهم ذكريات حلوه وانتصارات كبيره جدا. وان شاء الله باذن الرحمن المزيد من الانتصارات والمزيد من الكؤوس وبالتالي المزيد من اللقاءات مع حضرتك استاذ محمد. نورتنا اهلا بيك. اشكرك. شكرا ليك يا فندم. في كلمه اخيره تقولها؟ انا كنت ليا والله كلمه 20 ثانيه. في 30 ثانيه اتفضل. ان في حاجات ظريفه قوي حصلت برده من الحكايات الجميله. كان في 49 كان في ماتش الاهلي والزمالك. كان ساعتها المختلط في النهائي وكان الماتش 1-1 وقعدوا خمس اشواط 135 دقيقه ومفيش حد عارف يكسب. وحمد الملك فاروق قمر لعبوا ربع ساعه ثاني والاهلي جاب ايه؟ جونين وكسب 3-1. دي حاجات من الحاجات اللي هنحكيها بعد كده الظريفه اللي جابوه النادي الاهلي اللي لعب تاريخ ومكانة النادي الاهلي. يعني الاكسترا تايم كان بامر ملكي. امر ملكي ربع ساعه لازم يلعب. قال لك لازم كان الاهلي والمختلط قصدي الاهلي والزمالك. وبقى ازاي؟ واللي في الربع ساعه بقى للملك امر يلعبوها زي لازم حد يكسب. ايوه عشان يشيل الكاس اللي هو باسمه. ها يوم الاهلي يجيب جونين ورا بعض. تاريخ كبير وحكايات جميله هنستعرضها طبعا مع حضرتك في الحلقات اللي جايه. بس كده النهارده الحلقه خلصت. يعني بنشكركم جدا انا وكريم على المتابعه ومره ثانيه بنهني نفسنا وبنهني كل الناس بتتفرج علينا من كل مكان في العالم. احنا بننتمي لكيان كبير جدا كيان يعني حقيقي كل يوم بيسعدنا وبيشعرنا بفخر زي ما كنا بنقول احنا بننام مبسوطين وبنصحى مبسوطين علشان الاهلي اوقات كتيره جدا الحمد لله بيسعدنا. يمكن كمان الحمد لله الفتره الاخيره بطولات ورا بطولات يا رب كمان زي ما قلنا كده رباعيه وخماسيه تكون من نصيب الاهلي باذن الله وعمل الخير وعمل الجماعي. احنا مؤسسه صح مش شغل مش بشكل صح فردي. صحيح. شكرا ليك يا كريم. وانا بشكرك يا نهاوند وبنشكر استاذ محمد صادق ضيفنا العزيز واكيد